تخطيط الوقت أو تنظيم الوقت موضوع كبير جدا، يبدو أنه هو سهل ولكن هو مش سهل. علشان أعرف أنظم وقتي ما أقعدش أهلك في حاجات كتيرة قوي، لازم أكون شخص منظم، لازم أكون ماشي كده بورقة وقلم، عامل لنفسي سيستم ملتزم وماشي عليه، وده مسهل لي أموري جدا. طيب إيه المهام اللي إحنا محتاجين ننظمها؟ محتاجين ننظم أولا شغل البيت، طيب الغسيل مثلا محتاجة أبقى منظمة، ما خليش الغسيل يتكوم عليا، ما خليش تنظيف البيت يتكوم عليا. لو أقدر أستعين طبعا بأي سيدة فاضلة تساعدني في تنظيف البيت، ويبقى عندنا مثلا ميعاد دوري كل 10 أيام أو كل أسبوعين أو كل أسبوع على حسب ما البيت بيحتاج، يا ريت، يبقى حاجة جميلة. لو ما أقدرش أستعين بحد أو ده مش في نطاق إمكانياتي أو مش في رغبتي، مش عايزة حد يجي البيت، خلاص أنا اللي هعمل ده بنفسي. هحدد يوم كل اسبوع او كل 10 ايام بنسميه يوم التنظيفه الكبيره، والتنظيفه الكبيره دي بتبقى سهله جدا لو انا ايدي على طول في البيت. لو انا الحاجه اول باول بتخلص بيجي يوم التنظيف الكبير، بلاقي الموضوع بسيط مش معقد، وبلاقي الحمل بسيط مش معقد. ممكن نقفل الاير بيس يا جماعه عشان بتوش في ودني جامد جدا. ممكن؟ اوكي تمام. من ضمن تنظيف التنظيم أسفل الوقت، تنظيم الوجبات، تنظيم الأكل. في ستات أنا بشوف يعني كده سيناريو متعب قوي بصراحة، طلعت الظهر راحت جابت العيال من المدرسة، أو العيال يعني استقبلتهم أيا كانت الطريقة، هوب لازم تروح السوبر ماركت عشان تجيب طلبات، هوب لازم ترجع البيت، في النص كده فيها درس هنوصله ولا كورس هنوصله ولا تمرين هنوصله، وترجع البيت تقعد بقى تحضر وتعمل الاكل، وبتغسل بعد كده المواعين وتنظف المطبخ اللي طبخت فيه وتغدي الولاد. ليه الهلك ده كله؟ طب ما نبقى منظمين ونبقى عارفين مشترياتنا بالاسبوع، مش هقول لكم بالشهر، هقول لكم بالاسبوع. انا عارفه ان الاسبوع ده ورقه وقلم كده لطف في ايدي، نوتة حلوه بخليها في المطبخ، بكتب انا السبت هطبخ كذا لحد كذا، مع الاستثناءات طبعا، اكيد بيبقى فيه استثناءات للكلام ده، ممكن يوم يزيد مني الاكل فمضطرش اطبخ تاني يوم، وارد، كل واحد عارف بقى سيستم بيته. ورقه منظمه كده لطيفه بكل اللي انا هعمله، يتبعها على طول ورقه تانية منظمه لطيفه بالطلبات اللي انا محتاجاها. مشوار واحد بس في الاسبوع للسوبر ماركت هجيب الحاجات دي، ما حدش يقول لي ان في حاجه هتبوظ في اسبوع، لا، اسبوع كل حاجه هتبقى جميله وتستحمل ومفيش مشكله. لحوم هنشيلها في الفريزر وهننزلها وقت ما نحتاجها، خضارنا وحاجتنا وطلباتنا وزيت وزبده وسمنه ومعرفش ايه، كل ده موجود في البيت جايبينه يكفي احتياجنا. فكده انا اختصرت 3 4 مشاوير للسوبر ماركت كل يوم، اختصرتهم في مشوار واحد. رجعت من المشوار ده رتبت حاجتي، شلت اللي في الفريزر في الفريزر، شلت اللي في التلاجة في التلاجة، شلت اللي في البوفيهات في البوفيهات، بقت حاجتي منظمة. طيب ممكن أعمل حاجة لطيفة، ممكن أخد يوم كده بنحضر فيه بعض التحضيرات البسيطة، أفرم توم للأسبوع لو أنا من الناس اللي ما بتحبش تخزن ومش شايلة أوريدي في الفريزر، أقطع بصل للأسبوع، أقطع خضار، أعمل صلصة، أعمل أي وجبات جاهزة للفريزر زي الوجبات اللي عملناها في أسبوع الفريزر كلها تنفع طبعا. حتى أكل الولاد بتاع المدرسة ينفع يتحضر على فكرة. هو أنا لو عملت ساندويتش جبنة يفرق حاجة لو عملت فطاير جبنة وشلتها في الفريزر، وبدل ما أقعد أعمل كل يوم نفس الساندويتش أطلع الفطيرة أسخنها الصبح؟ نفس الفكرة بالظبط، هتعب ساعة أو ساعتين بس وأنا واقفة كده هعملهم، مش هياخدوا وقت أكتر من كده، ولكن ارتحت بقية الأسبوع بقت كل حاجتي جاهزة. نفس الكلام للفاكهة، أنا عارفة إن أنا هحتاج للولاد للمدرسة 1 و2 و3 و4 موجودين عندي في التلاجة، مش قاعدة طول الأسبوع بلف حوالين نفسي، أوبس أنا نسيت العصير، أوبس الحليب خلص، يا ربي ده مفيش عيش، لا طلعنا بقى من الدايرة دي خلاص. حاجتنا أتليست موجودة في البيت، فأنا مهما تعبت أنا مش خارجة من نطاق البيت، لأن الناس لا بتاكل اليوم وبتاخد جهد وبتاخد وقت، ممكن يكون عندي بيبي أنا محتاسة بيه، ممكن يكون الولاد عندهم تمرينات أنا محتاسة بيهم، في حاجات كتيرة جدا ومتغيرات كتيرة جدا في أوضاع الحياة بتخلي النازلة دي فعلا تبوظ اليوم. فحاولوا تختصروها بحيث ان احنا نجمع مشاوير كتيرة في يوم واحد، يبقى ده يوم المشاوير، منها سوبر ماركت، مكواجي، طلبات، حاجة مشوار هعمله، كل ده يختصر في يوم واحد، مكتبة عايزة اروح للولاد اشتري حاجات للمدرسة، احاول اختصر كل ده في يوم واحد، وده كده ألف به تنظيم. انا حرفيا كده
اختصرت على نفسي مسافات كبيره جدا بان انا مش هقعد اهلك كل يوم في مشاوير ملهاش داعي. كده مبدئيا انا عارفه ان انا هعمل النهارده بانيه، نقف بقى ده يوم كده خليناه للمشاوير. في يوم تاني ممكن نخليه يوم التحضيرات، هقطع بصل، هفرم ثوم، عندي شويه فراخ هتبلها واعملها بانيه، عندي فرختين هتبلهم وخليهم مشويين، هعمل شويه كفته، شويه الرفايع دي في الفريزر حرفيا يعني بتختصر كميه وقت وجهد يا جماعه. ولو لاحظتوا هتلاحظوا حاجه، مش الطبخ هو اللي بياخد وقت خالص، اللي بياخد وقت التجهيز للطبخ، نزله الطلبات، تجهيز الخضار بعد ما طبخت، المواعين والتنظيف، ده اللي بياخد وقت. لكن الطبخ في حد ذاته ولا اي حاجه، اديكم شايفين في البرنامج بنطلع 3 و4 و5 وصفات على الهوا، بس ليه؟ عشان كل حاجه متجهزه. فلو انا عامله نفس السيستم ده في بيتي، انا حاجتي متجهزه، الطبخ يبقى على قلبي زي العسل، ولا ياخد وقت ولا ياخد جهد ولا يطلع روحي ولا اي حاجه من الكلام ده. ارجع من الشغل، ارجع من مشاويري، في 10 دقايق اكون اوريدي حاطه حاجتي على البوتاجاز والاكل بيستوي في الفرن، وانا ماليش دعوه بحاجه، هم شويه الكم حاجه البسيطه، مواعين، طبعا المواعين بتبقى ابسط بكتير لان انا محضره، هغسلهم وانتهى الموضوع على كده. فدي من اساسيات تنظيم الوقت، تنظيم الوجبات، ابقى عارفه انا هطبخ ايه، عامله لنفسي جدول، انا عارفه النهارده هطبخ كذا، بكره كذا، بعده كذا، عندي عزومه، كل الكلام ده في الجدول بتاعي. الجدول طلعنا منه الطلبات والمشتريات، طلعنا رحنا جبناها، رجعنا البيت رتبناها، خدنا يوم عملنا شويه تحضيرات كده بس، شكرا. انا حرفيا كده نظمت وقتي، انا حطيت نفسي كده، يعني مش هقول لكم على اول الطريق، في نص الطريق.